النهاردة بتحتفل منظمة كوبتيك أورفانز بالترخيص كمنظمة دولية لمزاولة النشاط الخدمي على الأراضي المصرية، والمنظمة لها برامج عديدة مثل لست وحدك وابنتي الغالية واخدم لكي تتعلم، وذلك بحضور قداسة البابا المعظم البابا طوارس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع لفيف من الآباء الأساقفة الأحبار ومجموعة من القساوسة والقوامسة، فتابعونا. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعلانا حفظنا وقبلنا إليه. إحنا مبسوطين قوي، فرحانين قوي إن أنت في وسطينا، ووجودك معانا بركة كبيرة وتشجيع جامد لكل Coptic Orphans، بركة للعيال الولاد اللي في البرنامج وفي كل البرامج اللي دلوقتي وصلنا ل30,000 في مصر كلها، بركة كبيرة لل400 متطوع وخدام هنا، وmany of them موجودين معانا النهاردة. بركة كمان لكل اللي بيعددوا Coptic Orphans برا، المتبرعين والسبونسرز اللي في أمريكا وفي كندا وأستراليا وإنجلترا ودلوقتي كمان الخليج، وبركة للستاف بتوع اللي في مصر واللي خارج مصر. شكرا يا سيدنا لوجودك معانا، وشكر خاص لأمبا بخوميوس وأمبا إنجيلوس of إنجلترا لوقفتهم معانا، ونشكر ربنا Coptic Orphans خدت التسجيل كهيئة دولية. قداستك بنعمة ربنا، Coptic Orphans فعلا عمل التغيير في أجيال هنا في مصر. الخدام بتوعنا جدعان وقوة الخير جبار. احنا عندنا أمهات جدعان وعندنا أطفال جدعان وعندنا سبونسرز جدعان. كان لسه من أسبوعين واحد شارك معانا عشان يعمل سبونسر، وبقول له أنت بتشتغل إيه؟ قال لي لا أنا لسه بدور على شغل، ولكن هو بيساعد هو كمان. بنعمة ربنا السنة الجاية هنحتفل بمرور 25 سنة في واشنطن، ونحتفل بكل الحاجات الحلوة اللي ربنا عملها Coptic Orphans، ونتمنى ان احنا ناخد بركة حضور قداستك معانا واشنطن. هي Coptic Orphans ابتدت من 25 سنة فاتوا، احنا كأقباط هاجرنا من زمان قوي، وكان في حاجة لسه ربطانا بمصر، فاحنا حبينا ان احنا يعني حاسين بقد ايه ربنا بيبارك لنا ووصلنا لحاجات حلوة قوي، ففي احساس ان احنا مديونين لربنا. فربنا رتب ان احنا نتعرف على اطفال محتاجين، وابتدينا ان احنا نساعد. طبعا ما كانش الواحد متوقع ابدا ان الحاجه المساعده الصغيره دي هتكبر، يعني احنا ابتدينا ب 45 طفل بس، دلوقتي وصلنا في مصر، يعني المساعده كلها في مصر، وصلنا دلوقتي ل 30,000 طفل في مصر. كل ده مش احنا بس، الاقباط، احنا الاقباط اللي عايشين بره قد ايه يعني مرتبطين بمصر، قد ايه في قلوبهم ان يساعدوا في مصر، وعلشان كده وأونلي عشان كده ان Coptic Orphans شايفه سو ماتش نجاح. وطبعا يعني ربنا بارك بطريقه احنا ما كناش متوقعينها خالص. وزعنا المهام مكتب واشنطن وكندا واستراليا، عباره عن ان هم يعرفوا الناس about الخدمه في Coptic Orphans ويعرفوهم الطرق اللي هم يقدروا يساعدوا. حاجه من الطرق is sponsorship، ان الواحد يبقى عنده طفل معين يعمل له sponsor ويبقى في مراسلات باك اند فورث وكده. فاحنا بره بنعرف الناس وبنلم الفلوس، مصر بقى شاطرين قوي في صرف الفلوس وايه عليهم بقى، بس
طبعا كل واحد لازم يصرف بحكمة جامدة جدا وكل مليم بنراجعه وبنحافظ عليه علشان في النهاية عارفة لو كان توزيع كان سهل ان احنا نوزع فلوس بسهولة بس عشان ان القرش يجيب فايدة ان الولد يتعلم ان حياة الطفل تتغير لا دي بقى اللي محتاجة بقى فهلوة I think بتسموها شطارة احنا هنا في مكتب مصر بنمارس عندنا عدة برامج بنقدمها للمشاركين بتوعنا احنا ابتدينا من اكتر من 25 سنة عندنا برنامج اساسي واكبر برنامج معانا اللي هو اسمه برنامج لست وحدك وعندنا برامج اخرى بننفذها مع المجتمع المدني كله برنامج لست وحدك بيهتم نمرة واحد واهم هدف ليه هو التعليم وبنحرص ان اولادنا يفضلوا مشاركين معانا في التعليم وما يتسربوش من التعليم وكمان بنحرص على جودة التعليم مستوى التعليم يكون ايه وعشان كده عملنا تشبيك كتير مع المركز الثقافي الامريكي اللي هو اميد ايست ومع الجامعة الامريكية الاي سي وبنحاول نشرك اولادنا في كورسات انجليش بتمر يعني بتمتد لمدة سنتين للسن اللي هو من 14-16 سنة كمان بنشجع اولادنا ان هم يقدموا في المنح الدراسية اللي هي بتيجي من الجامعات الخاصة السنة دي احنا قدمنا لأكثر من 11 واحد علشان يقدموا على منحة الجامعة الأمريكية كمان احنا السنة اللي فاتت قدرنا ان بنت من بناتنا وهي واحدة على مستوى مصر كله قبلت في الجامعة الأمريكية وخدت منحة دراسية لمدة 4 الأنشطة دي كلها لكل أطياف المجتمع المصري مش لفئة معينة الفئة دي مع بالشراكة مع الكنيسة الأرثوذكسية كمان احنا عملنا مبادرة جوه البرنامج عندنا علشان احنا مهتمين جدا بالتعليم ان اولادنا المتفوقين اللي نفسهم يدخلوا الجامعة خاصة يدخلوا تجارة انجليش يدخلوا كلية تربية رياضة بالانجليش كل دول عملنا لهم سكولرشيب وقدموا ومعنا اكتر من 15 مشارك احنا طبعا اخدنا التسجيل للشهر اللي فات بس وبعد اكتر من 8 سنين يعني اتحطينا فيها في مواقف صعبة قوي وطلعت علينا اشاعات كتير لكن ربنا كل المجهود كل الخدام المتطوعين اللي انت شايفاهم قاعدين جوه دول وربنا اعطانا منحة هذا التسجيل عشان نقدر فعلا نشتغل وبكل قوة مع كل اطياف المجتمع في مصر انا برضو حابة انتهز الفرصة ان انا اشكر الناس اللي ساعدونا بكل قلبهم علشان احنا نتسجل المستشارة نرمين عفيفي والسفير اسامة شلتوت في وزارة الخارجية الناس دي حاربوا حروب مع جهات كتيرة لغاية ما جابوا لنا التسجيل ده هنعمل ايه بعد ما تسجلنا بصراحة احنا حسينا بالمسؤولية حسينا ان ربنا دلوقتي بيقول ادي اهو معاكم التسجيل وروني هتغيروا ايه في المجتمع وهتعملوا ايه جديد احنا عندنا مبادرات كتير وعندنا افكار كتير واهمها ان احنا اهم حاجة مهتمين بالتعليم احنا شايفين قد ايه ان التعليم محتاج تدعيم ومساندة كتيرة عشان كده قررنا ان احنا هنعمل مبادرة هنحاول فيها نسند مع الحكومة المصرية ومع وزارة التربية والتعليم احنا هنشتغل من خلال كل الجمعيات الاهلية في القرى الصغيرة من خلال برضو شبكة متطوعين زي اللي انتوا حضراتكم شايفينهم جوه هنشتغل معاهم ونأسس اولى وتانية وتالتة ابتدائي اضمن ان كل الناس دول بيعرفوا يقروا ويكتبوا وبعدها هضمن ان انا هقدر اخد جيل عميق في التعليم ويقدر بعد كده يخدم بلده أنا استفدت من خدمة الكوبتيك استفادات كبيرة جدا أحب أقولها لقداستكم وللحضور أول حاجة استفدت من خدمة الكوبتيك إن إحنا نخدم الإنسان كل الإنسان لأني الخدمة لازم تبقى متكاملة الناس تطلع أعضاء فاعلين في المجتمع فاهتمينا خدمة الإنسان كل الإنسان إن الخدمة لازم تبقى شاملة أولا خدمة روحية ما تبقاش خدمة مادية بس لأن خدمة إخوة الرب أو خدمة الفجر عموما عاملة زي القطر لازم يبقى على شرطين لو خدمنا خدمة مادية وما خدمناش خدمة روحية الخدمة مش هتبقى نافعة فاهتمينا بالناحية الروحية ان احنا نحاول نربط الناس بالكنيسة على الكوبتيك ان احنا في ظل الظروف الراهنة لازم اولادنا يبقى متميزين تعليميا فاهتمينا بالناحية التعليمية ونشكر ربنا ان دلوقتي عندنا ناس من الاوائل على الابتدائية وبياخدوا هدايا سيدنا من الدولة كمبيوترات ولابتوب لانهم بيطلعوا الاوائل في ظل الظروف المادية الصعبة ديت هقول كلمتين بساط
أوصلهم للموجودين. بالنسبة لمتطوعي كوبتيك أورفانز، بالنسبة لي أنا اخترت اختيار إلهي بدون علم بخدمة كوبتيك أورفانز أساسا، مش خادم كاسم لكن خادم كفعل داخل كل أسرة بتطرق الباب جواها وتمثل أب للأسرة اللي انت داخلها. تاني جزء إحساس مشارك، ان انت بتمثل أب لكل أسرة بتخدمها. وكان أصعب موقف شدني ان احنا طبعا في الخدمة ان احنا مقيدين ان احنا بنزور مرة واثنين وثلاثة حسب ظروف الخادم والأسرة. كان لي ظروف خاصة ان انا ما زرتش أسرة خلال شهر، فوجئت ان الأسرة بتتصل بيا بتقول لي ايه الحكاية يا استاذ ميخائيل ما زرتناش ليك شهر. طبعا مدام نرمين هتسمع الكلام ده وهنتحاسب بعدين. فقلت لها ايه المشكلة، انتوا محتاجين فلوس؟ قالت لي لا مش المشكلة في الفلوس، ممكن اي حد يجيب لنا فلوس، المشكلة ان حد يطرق الباب ويخبط علينا ويسأل علينا. وده كان الاحساس الاكبر او الهدف الاكبر، ومن وقتها ما قصرتش في الزيارات ابدا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والابد امين. انا سعيد ان انا اشترك وياكم في خدمة انا اقدرها كثيرا وخدمت فيها وكنت برعاها لما كنت في البحيرة في دمنهور في كينج ماريوت في مرسى مطروح، والخدام والخادمات اللي بيخدموا هناك على علاقة شخصية بيا فيها. وانا عارف ان خدمة الكوبتيك أورفانز خدمة رائعة تتم في الكنيسة القبطية. اولا بشكر مدام نرمين على محبتها وعلى الاكسبريشن الجديدة اللي بتعلمها لنا، هو في جدع وفي ايه، انا ملاحظ ان الثلاثة اللي اتكلموا من الصعيد مش كده، دول بقى من الفيري جدعان. بشكر حضور الاباء الاحباء، الاباء الاسافة والاباء الكهنة والخدام. بشكر الثلاث احباء اللي اتكلموا، ابونا ماكسيموس والاخ مخيل وسوسنة. وبشكر حضوركم طبعا انتم من كل البلاد تقريبا، كل مصر. ومدام نادية كانت تاخد المعاد حاول مرة في مرة في مرة، وانكم تحضروا ويا بعض حاجة جميلة خالص. خدمة كوبتيك أورفانز مثال جيد ورائع للخدمة اللي فيها صفات معينة. من الناحية الإدارية إكسلنت 10/10، ومن الناحية الفعلية والتلامس مع احتياج معين في الشعب 10/10 أيضا. ومن ناحية الاستمرار، استمرار الخدمة، ومش استمرار وبس، ده استمرار مع نمو. زي ما سمعنا ان نحتفل بمرور 25 سنة على تأسيس كوبتيك أورفانز، يعني اليوبيل الفضي، وتخدم 30,000 طفل، ويخدم فيها 400 متطوع زيكم مع ستاف الإدارة في أكثر من مكان في العالم. نموذج حلو في الإدارة، أتمنى أن هيئتنا الكنسية تحتذي به وتمشي زيه. عايز أكلمك في دقايق قليلة خالص. خدمتنا أو خدمة الكوبتيك أورفانز فيها ثلاث علامات. أول علامة أن دي وزنة المسيح يمنحها لك. طبعا في زيكم خدام وخادمات كتير خالص، واجمل ما في هذه الخدمه ان سنكم متدرج. يعني انا شايف قدامي شباب خالص وشباب شويه شويه كده وشباب شباب يعني different colors، ها يعني شباب اسود وشباب كده وشباب يعني. ف دي حاجة بعين، لو كنت عامل اجتماع لمدارس احد هلاقي كلهم معظمهم شباب في سن صغير. فاول حاجة دي وزنة المسيح اعطاها لك، وانت باصرار بتحافظ على هذه الوزنة،
وانا لو سالتكم دلوقتي انت بقالك كم سنه بتخدم في الخدمه دي، هلاقي 10 و12 سنه و15 سنه، حاجه حلوه وزنه. والوزن دي ينطبق عليها قول المسيح: كنت امين في القليل، ها، قيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيد. نمره اثنين، ان الخدمه بتاعت الكوبتيك اورفانز ايضا مسؤوليه. مسؤوليه يعني كلمه مسؤوليه جاي من كلمه سؤال، وسؤال يعني في يوم هتقف قدام المسيح وهيسالك عملت ايه في الخدمه دي. الاختبارات اللي قدموها الاحباء اللي اتكلموا اختبارات جيده، اختبارات حلوه، والتلامس الشخصي بينك وبين الطفل اللي بترعاه وبتزوره تفتقده، وفي نفس الوقت انت كمتطوع بتؤهل، بتبقى اكثر تاهيلا او مور كواليفايد، بيبقى وجودك في الخدمه وجود فعال. فالخدمه اللي انت واخدها دي مسؤوليه، مسؤوليه رائعه. كل واحد فينا مسؤول على القطاع بتاعه. النقطه الثالثه، ان الخدمه بتاعتك دي امانه، لانك مهما تحط من قوانين ومهما قالوا لك تعليمات وعملوا قرارات، مهما قالوا الحاجات ده هي، لكن انت اللي بتروح تقابل الطفل وتزوره في البيت وتقعد وياه وتشوف اهله، وانت اللي بتاخد المبلغ الفلوس اللي بتقدر تخدم بيه وتكون امين فيه. فالامانة شيء قوي في هذه الخدمة، امانة ضميرك وامانة خدمتك في البيت اللي بتدخله، وامانة تربيتك وتنشئتك للطفل اللي انت بترعاه، فهي أمانة. وزي ما الكتاب بيقول لنا: كن أمينا إلى الموت، يعني استمرار أيضا في كده. أنا بحس إن الكوبتيك أورفانز بكل الاستراكشر بتاعها والخدام والمتطوعين والاستاف اللي هنا واللي برا، بينطبق عليهم آخر آية جت في رسالة كورنثوس الثانية. بولس الرسول قال كده: أخيرا افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. تقولوها وياي: أخيرا افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله السلام والمحبة يكون معكم. يعني ايه الآية دي؟ افرحوا بالخدمة دي، الخدمة دي سبب فرح لكم كخدام، للمخدومين اللي بتروحوا لهم، حتى السبونسرز اللي بيعضدوا هذه الخدمة بيبقوا فرحانين ان هم يمكن موجودين بره ايديهم مش طايلة انه يجي يخدم بنفسه، فانت بقيت ايده وفكره وعينه اللي بتقدر تزور الاماكن دي. افرحوا، خدمة مفرحة، وانا متأكد ان هذه الخدمة بتفرح ربنا يسوع المسيح، لأن خدمة اليتامى والأرامل خدمة تفرح. حتى الله بيفرح بلقب إن نقول له أنت أبو اليتامى والأرامل، والديانة الحق عند الله هي الأرامل واليتامى في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في هذا العالم. نمرة اثنين، اكملوا. أنتوا بإكملوا يعني بنكمل حاجات، كمل الخدمة بتاعتك دي، بتخدم أو بتغطي قطاع في غاية الأهمية في شعب الكنيسة أو في الأباط بصفة عامة، بتغطي جزء مهم جدا. أطفال صغار محتاجين أنهم ياخدوا نصيبهم في الحياة، وحقهم في التعليم، وحقهم في اللعب، وحقهم في التنشئة الصحيحة، وحقهم في عالم حلو. أنا متأكد أن كل إنسان فينا يقضي طفولة سعيدة سيصير إنسانا فاضلا بالتأكيد. والطفل في الأربع خمس ست سبع ثمان سنين الأوائل في حياته لو تعرض لحاجات مؤلمة أو تألم من أي أمور هيأثر على شخصيته طول العمر. اتساعه والتعليم ده هو سواء التعليم الدراسي أو النظامي في المدرسة، وأيضا التعليم الروحي في الكنيسة. آخر نقطة، عيشوا
بالسلام. اللي يتعلم صح ويكبر في محبة ربنا صح هيعرف يعيش في هذا المجتمع بسلام. خدوا بالكم من دي. هو دايما اللي بيعمل ترابلز الإنسان الجاهل مش فاهم، لكن كل ما الإنسان تعلم تعليما صحيحا وبقى كده مستوى راقي وابتدى يفهم الحياة، بالتأكيد هيبقى إنسان يستطيع أن يعيش بالمحبة والسلام. أقول لكم ويا بولس الرسول افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. ربنا يحافظ عليكم كده ويبارك في خدمتكم ويفرحكم بكل تعب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أنا قابلت قداسة البابا، والحقيقة إحنا سيدنا نعرفه من زمان من مكان نيافة الأنبا تواضروس في كينج مايوت، وكنا بنتقابل كتير مع نيافة الأنبا بخوميوس، وكان هو مسؤول عن منطقة كينج مايوت، وكان لنا خدام كتير في البحيرة، فكنا بنتقابل معاه في اجتماع مع الخدام، كنا بنتقابل معاه عشان متابعة الخدمة اللي موجودة في كينج مايوت، فكان عارف فكرنا كويس جدا، فكان سهل جدا إن أول ما اتقابلت مع قداسته ووصلت له تهنئة هيئة كوبتيك أورفنز برسامة قداسته بابا للكنيسة الأرثوذكسية، وطلبت منه إن إحنا كلنا نفسنا نيجي نهنيه بنفسنا، فهو رحب على طول. هو الأول فوجئ طبعا بالعدد وقال لي إزاي هتجيبي 400 وإحنا النهاردة موجودين 600. فقلت له الحقيقة كل الخدام نفسهم ياخدوا البركة دي، وفعلا إحنا ملاحظين إن كلهم جم. ال 600 دول عدد المتطوعين؟ عدد المتطوعين يعني احنا حوالي 450، لكن احيانا بيكون متطوع ليه مساعد فموجود معايا برضه النهارده. احنا دورنا في البرنامج مهم جدا جدا. عايز اقول ان انا بنخدم الاولاد عن طريق ان احنا بننزل زيارات للاسر. في زياراتنا للاسر دي بيكون في تبادل ثقه بيننا وبين الامهات وبين الاولاد الايتام دول. بقدر ان انا اكسب حبهم، بقدر ان انا اتفاهم معاهم، بعرف ايه امكانياتهم، ايه قدراتهم، بحاول ان انا انمي القدرات دي علشان ان انا اشتغل معاهم، بهتم بصحتهم، بهتم بكل القدرات اللي هم عندهم. بنقدم لهم ادوار كتير جدا جدا، منها ان احنا مثلا بنطلع معاهم ورش عمل. ورش العمل دي اساسيه ومهمه قوي قوي، بنعلمهم فيها قيم اجتماعيه مهمه يتعاملوا بيها عشان يكونوا اعضاء فعالين في المجتمع، بيفيد نفسه، بيفيد اسرته، بيفيد المجتمع اللي هو عايش فيه. مشاهدينا كنتم مع احتفالية هيئة كوبتيك أورفنز بالترخيص كمنظمة دولية تعمل على التعليم والخدمات لكل طوائف الشعب المصري. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.